السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تهيتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تهيتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش نتحدث اليوم حول موضوع كثر تداوله منذ ما سمي هذا الربيع العربي ويتعلق هذا الأمر بالأيادي الخارجية فيه ناس في الداخل مع الاسف الشديد يتناولوا هذا المساله منهم اللي يتناول فيها ربما عنده معلومات ومنهم مع الاسف الشديد يردد كالببغاء بعض المصطلحات وربما ما على حتى الهدف منها ولماذا تستعمل هذه المصطلحات في اوقات محدده اولا هذه الايادي الخارجيه شكون هما لما نقولوا احنا مثلا يد من الخارج قد تكون هذه اليد من الخارج منقذ كما قد تكون هذه اليد من الخارج لن آل تهدم إذن فيها شيء سلبي وفيها شيء ايجابي الانسان اللي راه درك مثلا في السجن يعني ترى درك لما يلقى واحد يفتح له الباب من الخارج يكون هو راه من خارج خارج السجن ويفتح له الباب ويخرجه يقبل هو يخرج ولا ما يخرجش الانسان اللي راهو طايح في بير وراها يد من الخارج نتاع البير على جل باش تخرجوا من هذاك البير يخرج ولا ما يخرجش الانسان اللي راهو في بيت وهذاك البيت راهو يحترق ولا ربما راه فيه غاز وكاين فيه يد من الخارج من البيت هذاك يا هل ترى هو يمد اليد نتاعو للانسان هذاك اللي راهو في الخارج على جال باش يخرجو ولا يقعد هو يستمر في هذاك التخشن تاع الراس حتى يموت بالغاز او يموت بال الضيق تاع التنفس الى غير ذلك وهذه امثله فقط على جل باش نوضح لكم هذه المساله ونوضح لكم هذه الفكره اذا فهذه المساله نتاع اليد من الخارج قد تكون إيجابية كما قد تكون سلبية يعني تقدر تكون أنت مثلا في سجن وربما واحد يجي هو يدعي من أنه راه راه يخرجك من السجن ويبعثك المحرقة مثل ما حدث في القضية نتاع سركاجي مثل ما حدث في القضية نتاع البرواقية وهلما جرا والقضية نتاع وش اسمه لومباز وهلما جرا قدرت تكون هذه اليد الخارجية يد مكلفة بمهمة قادرة هي تلعب دور نتاع المنقذ ولكن في نفس الوقت هي تدفعك للهلاك كما قادر واحد هو دوك مثلا ترك في بيت وراه فيها الغاز والله يجي يدير روحو هو باللي راهو جاي ينقذك ويشعل فيك عرف نتاع كيما يقولو نتاع كبريت وتروح للدار هذيك تحترق بمن فيها إذن لازمكم تركزوا على هذه المساله مش اي كلمه تولي وتبان لكم باللي حاجه ودوك الان نجي على جال باش كيما نقولوا نشرحوا هذه المساله ونبينوا هذا التلاعب اللي راهم يلعبوا فيه الناس سواء في الداخل ولا في الخارج اولا فيه ناس مبتعثين للخارج هذا الناس بعثتهم العصابه الحاكمه في الجزائر شكون هما هذا الناس مهمش مش بالضروره هو انو نعطيكم الاسماء ولكن نقول لكم راكم تعرفوهم كاينين الناس اللي راكم تعرفوهم كاينين الناس اللي يلعبوا في دور نتاع معارضه ما كانوش معارضين للنظام كانوا يخدموا مع النظام وفيما بعد هما منهم من يدعي من انه راهو تاب او راهو خرج هو ضد النظام وما حبش ولكن راكم تشوفوا راها كل مره تجي احداث تكشفهم مبتعثين للخارج بطبيعه الحال ما يقدروش هما يعيشوا في الخارج دون اللجوء السياسي لماذا لانهم متورطين في الدماء متورطين في الفساد متورطين مع هذا النظام للخر. بالتالي هما لازمهم يطلبوا اللجوء السياسي وباش تطلب اللجوء السياسي لازمك ت... عندك اشياء اللي تثبت من انك راك كنت انت مضطهد من طرف هذا النظام درك هما كاين منهم اللي هو يعترف يدير اعترافات باللي هذا النظام راه مجرم وهذا النظام راه فاسد وهذا النظام راه كذا وهذا النظام كذا ولكن هو لا لا هو مش فاسد وهذو راكم تعرفوهم الناس اللي راهم درك مثلا في الجزائر راكم تعرفوهم تعرفوهم بالعائلات نتاعهم وتعرفوا بالاصول نتاعهم وتعرفوهم مش كانوا يقوموا في الجزائر كاين منهم اللي راهو يلعب في دور تاع اعلامي صحفي ولكن هو يخدم معهم لهم بعض المعلومات لانه عارفين من الداخل الامر مشكوك فيه بالتالي هما لهم الصوره هذيك والصبغه نتاع واحد معارض او كذا لهم المعلومات يزودوهم بها وفيما بعد يتناولون نفس هذيك المعلومات في الصحف وفي القنوات الفضائيه من اجل توجيه الراي العام كاين ناس مبعوثين للخارج من الاعلاميين من الضباط كاين ضباط اللي بعثوهم للخارج من, من اجل ايضا الطعن في بعض الضباط الاخرين لانه كان ضباط الاخرين اللي هما كانوا ضد الانقلاب وكانوا ضد هذا النظام وكانوا ينويوا خير بالشعب الجزائري منهم اللي هو جاء ادلى بشهادات حول الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري بالتالي بعثوا لهم ناس اخرين يطعنوا فيهم يطعنوا في هذوك الضباط يطعنوا في هذوك الشهادات الى غير ذلك كاين الناس ايضا يقوموا بالدور تاع التحليل تحليل, تحليل سياسي في قنوات فضائيه كاينين بعض الصحفيين اللي هما يخدموا في قنوات فضائيه سواء في فرانس 24 في, في القناه تاع المغاربيه في في قنوات واحده اخرى في البي بي سي في في قنوات واحده اخرى يخدموا مع النظام يخدموا مع الاجهزه تاع الامن عندهم ناس مختصين يجيبوهم في مواضيع معينه كلها تهدف الى توجيه الشعب او الى تظليل الراي العام مرات في بعض القضايا ما يخليوش القضيه هذيك تروح للنهاية نتاعها وإنما يحاولوا أنه يفجروا لها أو يخلقوا لها بعض الأشياء هكذا حتى الشعب الجزائري ما تتكونلوش قناعة اللي تتمكنوا على جلبة شوية يعرف الحقيقة يحبوا هما يظلوا يحرفوا هذيك القضية في مسائل متعددة إذا كاينين الناس اللي راهم هما ضباط، كاين الناس اللي راهم إعلاميين، كاينين الناس اللي راهم يلعبوا في الدور تاع التحليل السياسي وإلى غير ذلك، بالإضافة إلى أنه كاين فيه عملاء من دول اخرى قادر يكون واحد تونسي قادر واحد يكون مغربي قادر يكون واحد قطري قادر يكون واحد لبناني يخدموا مع هذا النظام يجيبوهم هما على اساس انهم مستقلين ولكن هما في نفس الوقت ينفذوا في هذيك السياسه نتاع هذا الجهاز نتاع المخابرات والى غير ذلك اذا هذا اللي كاين منهم اللي راهم هما يسميو هما كاين منهم اللي هذو راهم داخلين في هذا الاطار نتاع الايادي الخارجيه درك هل ترى فيه نوع واحد اخر من الايادي الخارجيه ونقصده بالاجانب اللي هما حابين الشر بالجزائر نعم هذه المساله موجوده وهذا المسألة ما تحدثناش عليها الآن وإنما تحدثنا عليها لما هذا بدا يظهر هذا ما يسمى بالربيع العربي والمواقف نتاعي راها مسجلة وراها منشورة فيه مؤامرة خارجية هذه المسألة آه هي من بكري كانت موجودة ولكن من وقتاش هذه المؤامرة ظهرت للعيان ظهرت منذ الأحداث تاع سبتمبر 2001 بعد ما استهدفت أمريكا كل الدول اللي كان فيها الاسلاميين واللي كانوا هما يطالبوا بقيام الدول الاسلاميه وكانوا يطالبوا بالجهاد كل الدول هذيك راها مستهدفه بدءا بالجزائر لانه كاينين الناس في الجزائر كان هذا هو الشعار تاعهم منهم اللي مازال الى اليوم هما راهم يمهدوا في الارضيه سواء كان ذلك بغباء ولا كان ذلك بجهل او كان ذلك ما من خلال التعامل نتاعهم مع الاجهزه نتاع الاستخبارات. كاين الناس اللي راهم اذا يمهدوا في الارضيه هذا الناس اللي راهم هما يتربصوا بالجزائر. درك هناك كجزائريين اولا لازمنا نفرقوا بين الناس. كاين الانسان اللي راهو درك هو المطالب نتاعو مشروعه. حنا نحوسو على تغيير حقيقي في الجزائر نحوسو هو انه الجزائر تنهض على كل المستويات يا هل ترى هذا الشيء هذا هو راه هو رايح يدير آآ ضرر للبلاد لا اعتقد انه واحد من الشرفاء سواء كانوا داخل النظام او في المعارضه او من الناس اللي من منتمين لحتى الجهه هو يكون ضد هذا المطلب الشرعي شكون هو اللي مش حاب يكون السكن في الجزائر سكن راقي وتكون الحياه في الجزائر حياه عزيزه مكرمه شكون هو اللي يرفض هذا المطلب هذا شكون هو اللي يرفض الهناء والسلم والامن في البلاد شكون اللي يرفض المحبه شكون اللي يرفض الاخوه اللي يرفضها هو الانسان اللي يحوس يقسم بين الجزائريين هذا الناس اللي يقسموا بين الجزائريين عندهم اهداف كاين منهم اللي هو يدو متورطه في الفساد ومتورطه في الاجرام متورطه في الدم في الجزائر بالتالي هذه المساله ما تخدموش لانه هو راه يرتزق بهذه الماساه يرتزق بهذه الدماء وهذه الدموع ما تخدموش هذه القضيه نتاع السلم ولا نتاع المصالحه ولا نتاع الاستقرار في البلاد هو يتعامل مع هذه الناس اللي راه منهم اللي راه مازالوا في السلطه ومنهم اللي راه ربما يلعب في دور تاع المعارض لكن هما كلهم يلتقيو في مثل واحد إذن فيه أيادي خارجية فعلا اللي هي راها تتربص بالجزائر وفيه ناس أيضا داخلين في هذا الإطار نتاع الأيادي الخارجية ولكن يلعبوا في دور معين وفيه أيضا ناس اللي فعلا هما راهم في الخارج ولكن راهم ينويو خير بالبلاد إذا ما لازمكمش تخلطوا بين الأمور إذا مش كل إنسان راهو يطالب بالتغيير هو راهو من الأيادي الخارجية يا هل ترى التنسيق مع هذ الناس المفسدين هو يدخل في اطار نتاع الايادي الخارجيه؟ نعم يدخل في اطار تاع الايادي الخارجيه، لانه هذ الناس اللي هما ينسقوا مع المفسدين وينسقوا مع هذ الناس اللي متورطين في الدم وفي الدموع، هذو هما اولا راهم اعطوا الفرصه لهذ الناس شغل نتاع التبييض نتاعهم، اعطوا لهم الفرصه على جال باش هما يخادعوا الشعب، بالتالي هذ الناس راهم هما متكونين ويعرفوا التضليل ويعرفوا التفجير تاع المبادرات ويعرفوا هذه هذا المسائل يخرجوا في اوقات معينه قادر يدخل معك قادر يلعب دور نتاع ممثل ولكن في نفس الوقت فيما بعد هو يخرج والله يدمر والله يفجر والله كذا لذلك التنسيق مع مع هذا الناس في اطار في وقت محدد هو راه يدخل في اعطاء الفرصه لهذا الناس على جلبهم يمهدوا الارضيه لهذا الايدي الخارجية اذا نعود نكرر من انه هذه الايادي الخارجيه لازمكم تفرقوا بينهم فيهم ناس اللي راهم درك هما ينسقوا مع جهات اجنبيه كاين فيه يد اجنبيه راها هي تستغل في الظروف كاين مرة تلقى انسان راه هو ذوك معارض للنظام ولكن غبي تلما تكون تخدم او تغطي على جهه فيما بعد هي راه تستغل هذيك القضيه اللي انت راك را تقوم بها وفيما بعد ما توليش تقول لي انت انا ما على باليش وانا راني ما سنيت لهمش شاك على بياض تراك سنيت لهم شاك على بياض كاين بعض من الناس مثلا هو يستعطف في جهه في الجزائر سواء من خلال النداء نتاعو او من خلال الخطاب نتاعو او من خلال بعض الاشياء اللي يقوم بها وما يقدرش هو فيما بعد يواجههم لانه كاين منهم اللي هو هو ثاني كيف كيف هو مش غبي هو راه ثاني يستعطف فيك قال ها هو واحد مثلا من توحهم يستعملوك انت كيما الحمار هذاك يركبو عليك او كيما البغل هذاك ويهزو عليك ولكن فيما بعد هما اعطيت لهم الفرصه راك انحنيت بالظهر نتاعك لهم لما يركبوك ما توليش من بعد تقول انت علاش ركبوني خلاص الخلل وين راهو درك في هذه المساله؟ الخلل هو في الوعي الوعي ما كانش مع الاسف الشديد الا ما رحم ربي وكان الناس اللي راهم درك هما فاكسيني وفاهمين لهذه المسائل لانه راهم يشوفوا هما في الاستعمار على الارض ماشي ماشي يسمعوا عليه شوفوا في العنصريه شوفوا في الناس كيفاش راه تخطط شوفوا واش هي الفلسفه اللي راهم يخدموا بها شوفوا كيفاش راهم الناس يتعاملوا شوفوا في الطريقه نتاع الحديث نتاعهم مع الناس كيفاش يخدموا كيفاش لي ميثود هذوك اللي يخدموا بها كذا بالتالي هما يعرفوا لهذا المسائل ولكن في نفس الوقت كاين مرات تلقى واحد نتا هو راهو في الداخل ولكن ما عندوش ما هو يقرا ولا هو يطالع ولا هو شايف بعينيه وعنده فقط الغضب هذاك تراه عندك الحق ولكن الحق هذاك ما ماكش عارف كيفاش تجيبو الحق هذاك انت راك رايح تضيعو بيدك وفي نفس الوقت راك تعطي في الفرصه لهذوك الناس على جل باش يزيدو يعدموك على جل باش ينحيوك حنا مرات لما الانسان انت راه كاينه عاصفه راه جايه هذيك العاصفه رايحه رايحه تقتلعك من الجذور انت لما تنحني لها انت جبان ترك انحنيت لها فقط على جال باش تمر العاصفه هذيك لانك اذا واجهتها راه راح تقتلعك من الجذور، تنحني لها في وقت محدد لما تمر العاصفه هذيك انت تبان كما الشجره هذيك لما تجي عاصفه راكم تشوفوا سبحان الله ربي راه هذه المسائل هذه، شجره تكون عاصفه جايه تلوي العنق نتاعها، تمر العاصفه هذيك ومن بعد تبقى الشجره هذيك مرتفعه، لكن هي لما تبقى تواجه في العاصفه هذيك تقتلعها. العاصفة هذيك من الجذور، نفس الشيء بالنسبة لينا حنا، وكاينين اللي راهم درك هما مكلفين بمهمة، راهم درك هما راكم تشوفوا فيهم هذه الأيام كيفاش راهم يتحركوا، راهم يدعوا علنا للخروج للشارع، بل للتغيير بقوة، وراهم ينسقوا مع بعضهم البعض، وكاين ناس اللي راهم يخدموا مع جماعة نتاع التوفيق، وعارفين هذ الناس باللي ما يقدروش يحقوا الاغراض نتاعهم الا عن طريق العنف وهذا الناس موالفين بالمصه تاع الدماء كاين منهم اللي راهم مشاركين في الدماء مشاركين كاين اللي راهم عندهم اللجوء السياسي مشاركين في الدماء مبعوثين للخارج على جل باش يلعبوا هما الدور تاع المعارضه لانه هذا الوضع هذا نتاع المصالحه وهذا نتاع السلم ونتاع الامن ما يخدمهمش هما باش يبقاو هما عايشين يمشيوا في زوتيل وفي الطيارات ورامي حوس وكذا لازم لهم حاجه لازم لهم دي بروف باللي راه الاوضاع معفنه وكذا وكذا وكذا, وكذا باش يبقاو هما يستمروا هذه هي المساله هما اذا راهم يستغلوا في هذه الاوضاع ولكن في نفس الوقت كاينين ناس مع الاسف في الجزائر من خاوتنا اللي هما يستغلوا ايضا في هذه المساله هذه نتاع قال الايادي الخارجيه على باش يبقى الوضع كما هو لا لا يا اخي حنا رانا ضد الايادي الخارجيه هذه اللي هي تريد السوء بالبلاد وتريد المضره بالبلاد وتريد المضره بالشعب الجزائري بصفه عامه ولكن في نفس الوقت اوضاع في الجزائر ليست على ما يرام هذه المساله ايضا لازم ننتفق عليها كاين هناك رشوه كاين هناك محسوبيه، كاين هناك فساد، كاين هناك تدني نتاع الاخلاق، كاين تدني في المعيشه، كاين الحقره، كاين الجهويه، كاين الظلم، كاين التهميش، كاين الكثير من الامراض اللي راه تنخر في الجسم نتاع المجتمع ولازم التغيير والتغيير للاحسن. يتعاونوا هذا الشرفاء اللي راهم في الداخل وفي الخارج، يتعاونوا هذو الناس اللي راهم في النظام وخارج النظام، واللي راهم يحوسوا الخير بالبلاد، يتعاونوا من اجل خدمة البلاد. يا سيدي الشيء اللي راهو درك هو قال داروه في هذا النظام، قال الطريق مثلا خدموها ولكن الطريق هذه ماهيش مخدومة كما ينبغي، صلحوها. كاين الشجرة اللي راها فيها عرف، راهو يصلح ويجيب في الثمار، هذاك العرف حنا نخليوه. والعرف الفاسد هذاك نحيوه واذا الشجره هذه ماتت نحيوها ونديروا شجره واحده اخرى ما نشرح نحن نجيبوا شعب واحد اخر نستوردوه كاين ناس فسد في من هذا الشعب هذا الناس لازم يتم الابعاد نتاعهم الى غايته وانه لانه كاين منهم اللي راه مرضى نقولوها بكل صراحه سواء كانوا في في النظام ولا كانوا في الشعب مرضى مرضى باتم معنى الكلمه هذا الانسان هذا اللي خاف من الحب وهذا الانسان اللي خاف من الصلح وهذا الانسان اللي خاف من الامن وهذا الانسان اللي خاف من التطور ويخاف من التكنولوجيا هذا انسان مريض هذا كيف هذا لازم له العلاج باختصار نحن نريد الخير للجزائر نتعاون مع كل الخيرين في هذه البلاد يد في اليد ان شاء الله على جل باش بالبلاد وفي نفس الوقت ما لازمش يستغبيونا لا باسم الشعارات نتاع المعارضه ولا باسم الشعارات نتاع النظام نحن نريد الخير بالجزائر نسعى الى تقدم الجزائر والازدهار تاعها نسعى الى تغيير يخدم الجزائر ولا يهدمها في الاخير ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته